مزبوط. اهلا وسهلا فيك ديزيري معنا. ديزيري، نحن بالاسبوع الماضي حكينا عن المحميات الموجودين بلبنان وما كان عندنا وقت، فهلا اكيد ما لحقنا بنرجع قد ما فينا كمان نكمل فيهم. صحيح، نحن الجمعية الماضية كنا اذا بتتذكري لين، هلا كارلا ما كنت معنا، ما عرفت عن محمية بنتاعي. لا اكيد ايه خلص بس كنا حكينا عن محمية بنتاعي الجمعية الماضية وحكينا عن محمية تنورين. هلا بنتاعي المهضومة كنا رح اذكركم بس الخبرية انه كانت اهالي الضيعة هن قدموا الاراضي كرمال الدولة حتى تعمل منها محمية، فكانت الرسالة كتير حلوة وهي اللي اطلقت المحميات البقوة، انه محمية بنتاعي كتير حلوة وكمان انا بحمس، يعني هي زغطورة انه فينا نزورها ايزلي، يعني نحن بسهولة كتير مع اولادنا واصحابنا. هلا تاني محمية هي تنورين اكيد اللي هي كتير مشهورة لأنه أكثر محمية فيها كثافة أرز لبناني. كمان نحن هذا الشيء رمز لنا وكثير منحبه. هول اللي كنا حكينا عنه جمعة الماضي ووقفنا لسوء الحظ وما كملنا. هلا أكيد أنا كنت قلت إنه هن 13 محمية، بس كم واحدة منهم بس يعني عندهم أكتيفيتيز وفيكم تزورون وهيك. اللي بيهمه أكيد في الويب سايت تبع وزارة البيئة وفي الويب سايت تبع كل محمية، يعني فينا حتى نفوت عليهم ننبش على الإنترنت بيفرجوكم الطرقات اللي فيكم تفوتوا فيها إذا عندكم يعني أكتيفيتيز بنهار معين. خارج ناخد الأولاد مزبوط، يعني كمان بيعملوا كونسرتس، أنه في قصص حلوة فينا نكتشفها. في أكتيفيتيز بيصيروا بقلب المحميات، وللأسف الشديد بس تزوري محمية بتحسي حالك قد أنت عم بتأثري تجاه بلدك، لأنه في أمور رائعة، في سياحة داخلية. أنا بلبنان نحن من أجمل وقت اللي فيك تمضيه بأحلى بلد بالعالم. في كارل يمكن ما بنعرفهم لأنه قليل ما يتضوى عليهم. مزبوط، وبعدين هو الحلو كمان مش بس أنه نحن عم نحمي البيئة وعم نكتشف بيئتنا، يعني عم نعرف اولادنا على بيئتهم، لان كمان هن مش كتير عندهم كونتاكت مع البيئه لسوء الحظ يعني بالمدن. بس كمان نحن بنكون عم نحمس العالم اللي عايشين هنيك، لانه سوفان بيكونوا قاعدين وحاطين انه فرن فينا ناكل منقوشه من عندهم، بيكون بهالطريقه يعني بطريقه منا دايركت كتير، انه بنحمس حتى انه بهالمناطق يبقوا العالم عايشين وما كلهم ينزلوا على المدن. تبعولتهم كمان بنساعدهم انه يبيعوا اللبنه والزعتر والزيت وكتير امور بيبيعوهم. صح، عاده بيكونوا حاطين هيك كاسكيت مهضومين كتير حلو، نروح نسالهم نفرجيهم انه نحن كمان انتريسي، انه بدنا نعرف انتم شو بتعملوا بضيعتكم، شو التراث اللي عندكم. هذا كله بيدخل بقلب البيئه، يعني البيئه مش بس انه ما كب على الارض، انه كمان حافظ على التراث المعين اللي موجود عندنا. شوقتينا على الصور. هلا اول محميه رح نحكي عنها اليوم هي محميه حرش اهدن. اكيد محميه حرش اهدن كثير مميزه كمان لانها كبيره كثير وبتمتد من علو واطي، يعني تقريبا 1000 متر لاكثر من 2000 متر. حلو. فبحكم انها بتمتد بهذا العلو كثير يعني ديفرنت، بقلبها في عن جد يعني سبيشيز كتير 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 كتار، يعني فريدة من نوعها، بتقدروا فريدة كتير من نوعها. أكيد عنا الضبع، الغرير، عنا أرانب برية، وعنا 40% من كل النباتات الموجودين بلبنان مجمعين بهيدي المحمية الصغيرة اللي هي أنجأ 0.1% من مساحة لبنان. يعني هيدي المحمية عن جد كتير حلوة، أكتر يعني أكتر للي بيحب يشوف كمان خضار وأنيمالز طبيعيات وطيور أيضا موجودة، بيقولوا فوق كمان أكيد بيغطوا كتير منهم، حتى يعني في منهم بيجوا من غير بلدان بيغطوا هونيك وبيجوا بيكملوا. يعني عن جد حلو كمان لانه بنفسر لهم للاولاد انه في كمان طير بيطير من محل لمحل، وانه بلبنان عندنا حيوانات مش انه ما في، لانه نحن بنفكر انه نحن ما عندنا، انه عندنا بس سينات وكلاب، بس لا بالطبيعه في يعني، وما ضروري اكيد نقوسهم ونقتلهم، بس حافظوا عليهم. هلا غير هيدي المحميه اكيد كنا حكينا شوي عن محميه شط صور، كمان كتير مميزة، وهيدا أكبر شط رملي عنا إياه بلبنان، ومميزة كتير أكيد حلوة إنه فينا ننزل نتمشى فينا نعمل بدنا إياه. بس أكيد مثل بكل المحميات مش مفروض ناخد معنا شيء غير قنينة المي إذا بدنا نمشي، يعني نعم. مي بس بحق لنا نفوت، وأكيد مش لازم نظهر شيء من جوا، يعني إذا فتنا حبينا زهرة بليز ما نقطفها. أوكي. يعني المحمية قانون كتير ستريكت، هول الضفادع تبع محمية سور بيجوا بيبيضوا وبيروحوا، يعني محميين حتى نحن محميين كتير بنلحقهم على كل سنة. هلا غير هذه المحميه، هلا شفت انه كان معنا ضيوف من طرابلس. كمان طرابلس في كثير عالم ما بتعرف انه كمان كثير غنيه بالبايودايفرسيتي، عندهم كثير يعني بايودايفرسيتي، وهنيك عندنا محميه كثير مميزه اللي هي محميه جزر النخيل. حلو، يلي من اجمل الجزر اللي بتشوفوها، وفي كثير عالم ما بيعرفوا اصلا انه عندنا جزر. يعني هيدا الشيء بسموها جزيره. مزبوط، هن ثلاثة مثل ما شايفين هون بالصورة، الصناني اللي ورا جزيرة النخيل هون، وفي جزيرة الأرانب
هلا جزيرة النخيل اللي بالنص هي اللي معروفة بجزيرة الأرانب لأنه قبل كان فيها أرانب يعني هي قبل كان فيها كتير أرانب بس نحن شلنا قسم منهم لأنه كانوا كتير عم يأذوا النبات يعني نحن عملنا انترفيرنس شوي إنسانية فشلنا أكيد شوية أرانب بس هلا أنتم فيكم تزوروا أكيد مش كل السنة نقدر نزورها يعني بنقدر نزورها شوي فترات من الوقت حسب قد عم تشتي وقد في هواء بس فيكم تروحوا كتير إيزل يعني بتوصلوا على طرابلس حتى ما كنتم مضطرين تقطعوا من جوا يعني بتقطعوا بس على الخط البحري بتاخذوا شخطورة ماشي 1000-2000 وبتروحوا بتقضوا نهار عن جد من كتير حلوة يعني يلي منه رايح عن جد دمياط هلا بلشت تتشمس وهيك روحوا جربوا زوروا هاي النقطة من لبنان كمان كتير حلوة وأكيد أكبر محمية يعني اللي آخر شيء كمان حكينا عنها شوية المرة الماضية اللي هي محمية أرز الشوف أرز الشوف كمان كتير كبيرة هي من أكبر محميات لبنان أكيد فيها كتير سبيشيز إذا كان نبات أكيد هي كمان محمية فيها كتير أرز بس أكيد مش قد تنورين هي أكتر واحدة فيها أرز لبناني وأكيد فيها كتير حيوانات مثل يعني اللينكس العالم اللي بيفكروا أنه اللينكس يعني لبسان البري هذول كانوا موجودين فوق بس لعنا موجودين بلبنان أوكي عنا أكيد الضبع عنا الذئب عنا يعني كذا حيوان أنتم ما بتتخيلوا كمان ويكون بس عن جد المشوار هونيك ما عن جد ما في لازم هلا رعبت بس لا ما كان في شيء على الطريق مع المشي ساعات معناته تمشي 3 ساعات ما بتحسي فيها بيكون معك جايد وبيخبرك وقد ايه عن جد بتحسي انه لبنان عن جد قطعه من السماء حلو قد ايه بيشرح لك على كل شجره على كل غصن قد ايه عندنا مشوار رائع 100% بتغيروا يعني يلي بيسعوا يلي بيتضايق خلص بحس انه الهواء تغير وعن جد يلي بخافوا من المشاوير مثلا هلا يمكن 3 ساعات يمكن مش كل العالم بيقدروا يعملوا 3 ساعات اللي بخاف حتى يوقفوا ويرجعوا في, 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 في عندهم كذا تريل يعني فيكم تنقوا تريل نص ساعة ما حدا يعني يلي منه قادر يمشي كتير فما تخافوا انه تروحوا منه شيء كتير فيكم تنقوا انتم الطريق اللي بدكم اياها وتكتشفوا جزيرة شكرا لك انا بتشكرك انك عرفتينا على المحميات الموجودة عندنا بلبنان لانه فعلا عندنا قصص كثير حلوة ورائعة موجودة بس للأسف يمكن ما عم يضوا عليها بطريقة صحيحة شكرا لك ديزيري مرة ثانية نحن أكيد نتقفيك بحلقات مقبلة